ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما كيقولوا الصدفة خير من ألف ميعاد. دخلت لواحد القهوة باش نتقهوى، لقيت السي مصطفى برطون كاتب الوطني للموسيقيين المحترفين بارك شاد واحد القنيت وكيخمام كما كيقولوا ما كيشدوا القناة غير الكابابات. كاين السي مصطفى كابابات الكابابات اللي كابابل زعما هي بكل تواضع. مرحبا خويا فريد، فرصة سعيدة. واش غير واش دخلت صدفة ولا حرشينك ولا صدفة ولا سنسلة؟ مرحبا خويا فريد، الله يوفقك ان شاء الله في المسار ديالك. راني متابعك ونتمنى الله تعطاك الفرصة ديالك. كيف دازوا قدام عينينا واحد العدد دابا راه مشاهير وكنعرفوا الذكريات ديالنا معاهم في البداية الاولى، وراه كلشي قريب عند الله ان شاء الله. يعلم الله في قلوبكم خيرا ويؤتيكم خيرا ان شاء الله. مرحبا. الكتاب في جميع المدن المغربية، يعني اللي تابعين النقابات اللي تابعين كتاب الاقليميين والجهويين، يعني نايضين هذا الاسبوع دايرين واحد الحمله على البطاقه ديال الفنان، لان مؤخرا كنا كننتظروا بفارغ الصبر انه غادي تعين لجنه اللي طال الانتظار مده طويله، والمديريه في مدينه الرباط كيشتغلوا بدون لجنه. كل ما كتمشي كتسول تما كيقول لك اللجنه باقا ما خداتش بلاصتها، باقيين اللجنه ما كاينينش، وبقينا حنا كننتظروا على اساس انه غدا تقول بسم الله اللجنه. والغريب في الامر ان هذه اللجنه كنا بوعد صادق من سياده الوزير المحترم معالي الوزير، واللي عطانا الوعد ووعد يعني وعد الحر دينون عليه، فقال لنا على اساس ان النقابه ديالنا، وبحكم الحمد لله هذه دابا مساله حقيقه ولا مفر منها، التمثيليه ديالها كبيره وشهاده جميع العاملين في القطاع الفني، انه غتكون عندنا حنا واحد المكانه في ضمن هذيك اللجنه، وطلبوا منا وثائق ودفعنا الوثائق وكانت الوثائق كلها سليمه 100%. لكن هنا وقع في هذه اللجنه وفي هذا الاختيار انه تم اختيار مجموعه ديال الناس الله يعاونهم، حنا ماشي كنديروا، ولكن حنا سنناضل وبجميع الوسائل ديالنا بانه الموسيقي المغربي راه خاص يكون واحد اللي درايه قويه ودرايه ملموسه وكيعرف الموسيقيين في جميع ربوع المملكه، وما غيكونش شي واحد، وانا اقولها ومؤكد من الكلام ديالي، شي واحد اللي غيكون كيعرف الناس في هذا المجال اكثر من هذا الانسان اللي عاش الميدان لاكثر من 46 سنه. اقولها لك، واذا كنت تشاهد هذا انت مخضرم في هذا الميدان، اذا كنت تشاهد معالي الوزير هذا الحوار فراه كنقولها ماشي غرور، راه 46 سنه راه مجمع الف كنعرفوا الموسيقي من اللي ماشي موسيقي من هذا. اليوم راه اللجنه اللي انا اللي استغربت ليه هو انه كاين بعض الوجوه يعني ظلت هي الاساس اللي معتمد عليها، كيمشيو وكيعاودوا يرجعوا، وفينا هو هاد المعادلة، فينا هي هاد التراتبية، فينا هي هاد تكافؤ الفرص، ما كاين والو. فهنا جميع الإخوان سواء منهم المكتب التنفيذي ديال النقابة، سواء منهم الكتاب الجهويون أو الكتاب الإقليميين أو المناديب، كل شيء يعني كان يأمل خيرا أنه إن شاء الله غتكون عندنا هاد المكانة ديالنا ضمن هذيك اللجنة. فمني ما كانش راه الكل بقى فيه الحال، ولهذا راهم خارجين دابا بفيديوهات واحد المجموعة ديال الناس كي يونددون بما قامت به هاد الجهه اللي كانت كتعزل هاد الناس اللي غيكونوا في اللجنه. وكنسمع انا بعض الموسيقيين قال لك دافعين يعني بطاقه الفنان يعني قبل كورونا وبقى ما خرجتش ليه. التراتبيه ما بقاتش، باش نكون صريح معك، يعني ديك القضيه ديال غتقول غندفع في شهر كذا وصافي وراه غادي تدوز واحد الفتره وغادي، لا ما بقاتش هذه نهائيا. كاين بعض المرات كتمشي كتقول لهاد المدينه فيها أكبر عدد ديال الملفات وخليها من بعد ماشي دابا، خلي تنشوفوا كيفاش نديروا ليها، وكتقدر واحد المدينة فيها واحد العدد قليل كنقول هادو قلال أرا نشوفوا معاهم نحيدوهم هما الأولين كيمشيو للسهلة السهلة. إذا أنا بالنسبة لي هذه ماشي طريقة نهائيا، ماشي أسلوب. ثانيا حنا قلنا وكنزيدوا نقولوا راه ما عندها حتى شي معنى مدينة وحدة في المغرب ككل هي اللي كتنفذ فيها هذه المساله ديال اعطاء البطاقه، وعلاش هذه المندوبيات الجهويه ديال وزاره الثقافه في المغرب كله علاش ما تعممش الفكره وتكون لجان في هنا وهنا وهنا وهنا
راه كلشي واضح. دابا انا غير بغيت نقول لك واحد المساله. يعني كل جهات دير خدمتها. دابا اليوم انا اللي بغيت نتاكد منه ونعرف راسي واش انا كنحلم ولا هادشي واقع ولا شنو. اليوم كنقولوا بانه مشروط ضمن شروط هذاك الملف اللي كيطالبوا به انه تكون عندك عقود. بالنسبه لنا حنا وباستشاره مع جميع الوزراء من عاد الصبيحي يوافقون ان الراي اننا كنعطيو واحد الاشهاد من موقعنا كان قبل هذا الموسيقي. وبالفعل ودازوا لنا المئات من الملفات بسبب هذيك الشهاده اللي كنعطيو، لان راه حتى هي حنا خذينا على عاتقنا واحد المسؤوليه كبيره حتى امام القانون وامام القضاء. يعني الى تصاب معترف بها، لا الى تصاب ماشي موسيقي حنا مستعدين للمحاكمه. حنا هادشي هذا كنقولوا كنعاودوا كنقولوا امام الله وامام جميع الجهات المعنيه. حيت السي مصطفى دابا اللي وقع ان بطاقه الفنان بجميع الميادين في المسرح في الموسيقى، يعني راه كاينين شي وحدين كيقول لك بان كاين شي وحدين عندهم بطاقه ما يستاهلوهاش، ماشي فنان واخدين البطاقه. لا دابا هما الدوله ما مشاتش في هذا الاطار هذا كتقول شكون هذا اللي يستحق واللي ما يستحقش. لا، هي ولات باغا تقول هذه بطاقه مهنيه تثبت ان هذا السيد يمارس المهنه. بغض النظر على واش في المستوى ولا ذو المستوى ولا هذا، هو المستوى شنو اللي كيبينو؟ وهو الخدمه. الا كنتي في المستوى راه غيغوتو عليك، اما راه الا ما كنتيش في المستوى غتكون عندك 700 بطاقه راه ما غيتصلوش بك ما غيهضروش معك. ولكن مني انت جيتي في هذا الاطار هذا وعطيتي وعممتي الفكره، اي أيوة عقل موسيقي مثلا. دابا عندنا واحد العدد ديال الموسيقيين كيشتغلوا الليل، وما ادراك ما الليل، لان اكبر مدرسه في تعلم الموسيقى وبشهادات العاملين في المجال، وسير رجعت لعند الرواد وسير وهلم جرى. هي الملاهي الليليه. هما الملاهي الليليه، لان هذيك المدرسه ديال التدريب يومي، كل نهار كتلقى الموسيقي كيعزف، يعني راه ما شاء الله راه كتكون احتراف كبير. هذاك السيد كنجيو لعندو كنعرقلو ليه المساله وكنقولوا ليه لا ما عندكش العقود. كنقول له ما ودي راه حنا عطيناكم الاشهاد، نحن كنقابه بامر من السيد الوزير. فكيقول لك لا سيدي خاص العقود. اذا انت هنا في هذه الحاله ما كتسمعش من يعني السيد الوزير. يعني شكون اللي كيرفض الاشهاد هذا؟ بعض الناس في اللجنه، يعني هاد الناس هادو اللي في اللجنه كيقول لك لا ما عندوش العقود، وانت على علم بان هادوك الناس راه ما كيشتغلوش بالعقود. علاش ما كيشتغلوش بالعقود؟ لان النهار اللي غادي يبدا يتم اتفاق ما بين المسؤولين ديال المهرجان مباشره مع الفنان ممكن ياخذوا العقود. وحتى ذاك الشيف دوركستر او لا رئيس الجوق او لا المسؤول على الفرقه الموسيقيه خاص يكون عنده ضمير ويدير حتى هو بالمقابل ياخذ هو العقد هذاك من عند، بحكم انه هو اللي كيبرم الاتفاق مع ديك الجهه المنظمه، وتا هو خصو يبرم اتفاق مع الناس اللي خدامين معاه ويدير معاهم عقود، يدير كونترات معاهم، كونترات باش ننظموا هذا المجال هذا. دابا حاليا في غياب انه ما كاينش قوانين كتحكم هذا المجال هذا، مع من كيدار العقد سي فريد؟ راه كيدار غير مع السماصريه اللي سموا ريوسهم مناتجير. الله اكبر، جيت لهاد البلاد بغيت نفهم اشنو هي مناتجير. اصبحت مهنه من لا مهنه له. اذا هذا من جهه، اما اللي كيشتغلوا في الليل هنا الطامه الكبرى. كيف غادي هذاك صاحب هذاك الموسيقي المغلوب على امره اللي كيشتغل بالليل واللي كيعيش انواع الاستغلال والاحتكار البشع، كيفاش غيتجرأ ويقول لمول المحل دير لي العقد؟ غيجري عليه بكل سهوله. في زمان اللي دابا فاق العرض والطلب، دابا ولا موجود الخير اللي ما بقاش التركيز على الموسيقي الكفر. فاذا هاد الناس انتم على علم بانهم راه كيخدموا خارج اطار القانون، وراه ما كاينش عقود ما كاين والو. فمن جا الوزير جزاه الله خيرا، وانا كنقولها وراه قالها السي بن سعيد وكنقولها، راني ماشي انا كنت ضيخ ولا شي حاجه، راه بشهاده الشهود قال لنا يمكن لكم تشتغلوا بالاشهاد. اليوم كنلقى انا اصطدام مع بعض الناس في اللجنه كيقول لك لا خاص العقود. اذا هل راي الوزير لا يحترم؟ راه مشكله هذه. فلهذا الله يجازيكم بخير، احنا دائما كنبغيو نمشيو في اطار الاسلوب المعقلان الدبلوماسي ونوصلوا للمكاسب ديالنا والمطالب ديالنا. ولكن الا بقى ذاك التعنت وكتديروا ذاك التحيز لبعض الجهات وجهات اخرى، لا، هذا لن يقبل منكم ونحن لن نقبله، وسنناضل بشتى الوسائل، سنناضل بشتى الوسائل. ما رجعتوش السي مصطفى عند الوزير؟ الوزير بعد ما عطاك الوعد المره الاولى وعطاك الوعد المره الثانيه
مزيان. دابا مني جينا وقع ما وقع راه لازلنا الى حدود هذه اللحظه اعطى السيد الوزير الامر المستشار ديالو باش يحدد لنا موعد، ولكن لحد الان السيد المستشار لم يحدد موعدا، اقولها واؤكدها لا زال لم يحدد موعدا. وبغينا نعرفوا اشنو اللي وقع ان نفس الجهات اللي كانوا كياخذوا حق فانهم يكونوا ضمن اللجنه كيبقاو دائما هما وحنا لا، علما ان راه دابا حنا تجاوزنا ال 11 سنه في هذا العمل النقابي. النقابه راه بدات سنه 2011 وجاو نقابات مورانا مستقرين بجانب هذا المسؤول اللي كيعزل وراهم كياخذوا كيحظوا بتواجدهم ضمن اللجنه. هادشي راه حرام، راه حرام. ولا اله الا الله محمد رسول الله. معالي الوزير الله يجازيك بخير، ولا كتشوفني من خلال هذا المنبر هذا، نريد مقابله معك لاجل باش نوضحوا المساله. دابا اليوم ناس ديال الفولكلور، احترامي لهم، احترامي لهم الكامل، راه عندهم البطاقه ديال الفنان، وناس موسيقيين اكفاء اللي على مستوى النوادي الليليه واللي على مستوى الحفلات واللي على مستوى الاعراس بجميع الالوان ديالهم، علاش ما تكونش عندهم هذه البطاقه؟ شنو لحد الان هذه البطاقه، شنو هذا الامتياز اللي فيها؟ هذا الشيء اللي بغيت نقول، شنو الامتيازات ديال هذه البطاقه ديال الفنان؟ شوف شتي حتى هذه البطاقه نكونوا واضحين، الا كان غيحتاجها الانسان في في في, في المركوب الترين كينقصوا لك واحد 30%، هذه هي الامتياز الوحيد. الا كان باغي يديها في صحته ممكن ينخرط بها في التعاضد الوطني للفنانين. الحقوق المجاورة، بالنسبة للحقوق المجاورة راه هذا هو المشكل الكبير. واش غير اللي عنده لاكارت دارتيست غيمشي يتقيد في الحقوق المجاورة؟ راه خص يكون عنده اعمال، خص يكون كونترا. واش انا مثلا موسيقي ما عمرني ما دخلت الاستوديو، ما عمرني ما سجلت مع شي واحد، اش غادي تعطيني هذه الحقوق المجاورة؟ هنا فين كنقولوا خص يكون فنان، ها هو عندك البطاقه، ولكن الا ما عمرك ما سجلتي، ما عمرك ما هذا، راه ما غاديش تستافد من الحقوق المجاوره. وما زلنا نطمح ونطمح انهم يمشيو معنا في واحد الملف المطلبي، راه حنا عطيناه لهم وعطيناه لهم على اساس يتعاطفوا معنا، لان اكبر ناس اللي تضروا في الجائحه ديال كورونا راه هما الفنانة. وعطيناهم برنامج باكمل ووضحنا معهم واحد الخطه وقلنا لهم شنو ممكن يدار لتدارك الموقف، ولزال لحد الان لا جواب ولا حياه لمن تنادي. ان شاء الله هذه رساله يعني من انفاس تنفس معنا اليوم شويه السي مصطفى. لا ديما كانت تنفس، مني كنبغي نتنفس كنتنفس، عندي عادي هذه المساله هذه. ولا اله الا الله، انا كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، الحق لا يعلى عليه، كلمه الحق خاصها تقال. وبالنسبه للجهات المسؤوله اللي عندهم السوارت في يديهم اللي طريتو شويه، راه كاينه سيدي ربي والموت، راه اليوم كاين انت وغدا وبعد غدا راه ما كتبقاش، فخلي غير حد حاجه نبقاو نتفكروك بها. انا الى يومنا هذا غنبقى دائما نتفكر واحد السيد سميتو عثمان الفردوس اللي وعد ولم يخلو في الوعد بالنسبه للحقوق المجاوره، لما خدا المساله بعين الاعتبار في العهد ديالو تحققت هذه الحقوق المجاوره. دابا حنا الحقوق المجاوره غيجي ولاد 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 ولادنا وغيبقاو يتفكروا هذه البصمه اللي خلاها هذا السيد هذا. شنو عثمان الفردوس علاش كنشكر فيه؟ لان قال لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكل واحد جا لهذاك البوست يدير شي حاجه نبقاو نتفكروا بها، يدير واحد البصمه، يخلي واحد البصمه. وفي بعض الاحيان الا كان كيستاشر يستاشر ناس اللي ما عندهمش خلفيات، اللي ما عندهمش هذا صاحبي وهذا لا، يستاشر ناس اللي عندهم هذا، وعوض ما استشاره مره واحده يحاول يقلب على لوتوي من عند من عند موالي المعنيين بالامر.